أمي قد مرضت منذ 20 عاما وقد أتى رمضان وهي مريضة فلم تصم، وعندما أتى رمضان الذي بعده كانت على وجه الشفاء فصامت ولم تتذكر رمضان الذي لم تصمه إلا منذ حوالي عام فصامت، فهل صيامها صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم صيامها صحيح الحمد لله، والقضاء كان عليها أن تقضيه قبل رمضان الجديد، لكن إذا كانت نسية فليس عليها شيء، عليها القضاء فقط ولو بعد رمضان الآخر، لأن النسيان عذر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.